وهو كرئيس حكومة سابق فهمتيني من حقه فهمتيني كان هز دولة مغربية فهمتيني من حقه بصحته، ماشي بزاف عليه اخويا، ماشي بزاف عليه، بصحته وبالصحة ديالو وبصحته، استغل الفرصة ديالو فهمتيني، لأنه فهمتيني كان ككل كذابة فهمتيني اللي طلعوا في البرلمان فهمتيني، بالصحة بالصحة حتى هو طلع من واحد من الكذابة وبصحته، هو داكشي اللي كاين فهمتيني، ديما كيصيدونا فهمتيني كاع الأحزاب فهمتيني كيطلعوا تيعطيونا واحد الكذبة راه غنديرو غنفعلو غنديرو لكم شي حاجة، وفي الأخر كيطلعوا ديما كذابين فهمتيني، بالصحة والراحة السي بن كيران. هو الصراحة هذا المعاش هذا راه من سميتو من الفلوس ديال المواطنين، يعني ما فهمناش علاش كيمشيو لبن كيران، نورمالمون المعاش ديال البرلماني ولا هو 7000 درهم، لا 70000 درهم، وعاد دار لي ان رابير ديال 160 مليون، هادشي ماشي معقول. كنطالبوا من الحكومة دير الوضوح في هذه المسألة هذه وتكون الشفافية لهذه المسألة. والبداية ديالو الصراحة تقنا به، وانا زعما بصفتي مواطن انا نطقت به وفوطيت عليه في الانتخابات، ولكن صراحة انا كنت اسف لهذه الواقعة هذه بكل وضوح، انا زعما اوني ديسو من هذه القضية هذه. واخا المعاشة والدراري دابا الصوالح كيمشيو مع الصباح بكري في الظلام المدرسة، هما دابا كيشوفوا عريسهم، هما ما كيشوفوش حنايا، هما ما عمر شافوا الدرويشة شنو كاين فيه. واش غادي نقول لك؟ راه كل واحد الله ياخذ فيه الحق. راه كبير هنيت وهادشي اللي غادي نقول لك. 70000 درهم مخير ولو يكون يدافع حتى ما نعرف علاش راه مدير ونصاب. حنا كنت صدنا حنا خارجين لاروتار كنشدو جوج فون واش ناخذ، راني كراني نطيع عليها نقتل عليها، راه ماشي غنخدم يعيش مخير مع راسو. واش كاين اللي كياخذ اكثر منه؟ راه اصحاب القطاع الخاص الشركات راه كاين اللي كياخذ 50 40 مليون، يعني بالنسبه لبن كيران راه عادي، بالنسبه له راه عاديه 70000 درهم. واخا راه عاديه 70000 درهم، راه عاديه، راه كان وزير اول فهمتي، يعني عادي، راه كاينين دول اخرى راه تياخذوا اكثر، سمحت راه كاين اكثر، راه كاين كتوصل تل 700000 درهم في الشهر، يعني في الشهر ياخذ 70000 درهم في الشهر ياك، راه عاديه بالنسبه، راه عاديه وزير اول، راه عاديه صحته راحته، راه عاديه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.